السلام عليكم، معكم محمود. في روسيا يمكن في أعراق كثيرة، وفي أوكرانيا كذلك أعراق مختلفة، يمكن أكتر من عدد الأعراق اللي موجودة في الوطن العربي. لو قلنا أن الوطن العربي مش عرق واحد وأنهم عدة عائلات أو عدة دول نسميهم 21 دولة أو 22 دولة، فروسيا 22 دولة ده رقم صغير. عندنا قوميات كتير، أوكرانيا نفس الكلام، والقوميات دي عايشة في دول الاتحاد السوفيتي كلها. يعني العنصر الأوزبكي، ما نقولش ده أوزبكي من أوزبكستان، لا، ده في ناس معاها جنسية روسية من سنين طويلة أبا عن جد، ومن أصل أوزبكي ومعهم الجنسية الروسية أو معهم الجنسية الأوكرانية، وأزريين وتاجيكيين وكيرغيزيين وغيرهم. فعندنا جيش من الأعراق كلهم عايشين مع بعض من صغرهم في البلد دي، بيتعودوا بيتعلموا المساواة، ان مفيش فرق بين حد والتاني، ان انت زيك زي اللي جنبك. مش مهم انت اسمك رينات، انت اسمك أليك، انت اسمك فالنتين، كلكم واحد. كل واحد بيتفوق على التاني بالمجهود فقط، بالدرجات، بالبالوف، بالتقديرات اللي هو بيحصل عليها في الامتحانات. بنقيس الموضوع ده، يمكن هي ليه خلفية في الاتحاد السوفيتي، لكن بنقيسه دلوقتي في العصر الحاضر. اما بنلاقي مثلا، انا في فيديو جاي ان شاء الله عن حاجة انا شفتها وصورت جزء منها، فعمل لكم حلقة عنها، عن ازاي تعليم الاطفال من صغرهم المساواة، وانهم لا يستنكفوا انهم يعملوا اي وظيفة. لسه الطالب مثلا في ابتدائي لسه ما يعرفش مستقبله هيبقى ايه، ما يعرفش هيبقى طبيب، هيبقى مهندس، هيبقى حفار، هيبقى بنا، هيبقى نجار، سباك، ما يعرفش لسه مستقبله هيكون ايه. ولكن من صغره بيعلموهم يعملوا انشطة مدنية، اولا علشان ما يستنكفوش انهم يشتغلوا اي شغلانة في المستقبل، يتعودوا على اي شغلانة، ينظفوا الارض، ينظفوا الشجر، ينظفوا الحيطان، يدهنوا الجدار، يلموا القمامة، حاجات كتيرة بيعملوها من هم صغيرين كلهم بلا استثناء. ده مجهود قومي شعبي بيتعمل زي الخدمة المدنية كده في بلادنا العربية. فلازم الطلبة من هم صغيرين وفي ابتدائي بيتغرز فيهم هذه الشعيرة أو هذا التقليد. بنات وولاد على فكرة ما فيش فرق، لا ولد ولا بنت، ولا طويل ولا قصير، ولا تخين ولا رفيع، ولا من جنس مختلف، ولا عنصر مختلف، ولا عرق مختلف، كلهم بيعملوا نفس الكلام. المساواة دي برضو بتعلمهم انهم زي بعض، انهم ما يتعالوش على بعض. الحاجة التالتة كمان انهم بيحسوا بالحب والانتماء لبلدهم، للارض اللي بينظفوها. يقولك البلد دي انا يعني نظفتها كتير، ودهنت الحيطان دي، والشجر ده خد مني رقات وانا خدت منه رقات. في تناغم، في تعاطي ما بينك وما بين البلد، ما بين الارض. الدنيا ما بتبقاش بس علاقة بينك وبين الطبيعة، لا، ده علاقة بينه وبين زملائه، الكماندا، الفريق. بيعلموهم ثقافة الفريق. زمان كان مشهور فريق الاتحاد السوفيتي في الهوكي، كانوا كماندا. لما احترف منهم واحد في، اعتقد في كندا، ما كانش ناجح قوي، ففوجئوا، ده انت بطل، ده انت هداف في بلدك في الاتحاد السوفيتي. هرب طبعا من الاتحاد السوفيتي وراح علشان يحترف في كندا. فاللاعب ده ما اشتهرش قوي. على فكرة عمل لكم حلقة عن هوكي الجليد، مش عايز بس احرق الحلقة كلها، عن الفريق ده. وبعد كده اما راح زميله اشتروا فريق زميل تاني ليه، ولعبوا مع بعض في نفس الفريق، بدأ اداؤه يبان وبدأ يتفوق، لحد ما في نادي امريكي اشترى 5 من الفريق بتاع هوكي الجليد بتاع الاتحاد السوفيتي، ويلعبوا مع بعض، كسروا الدنيا، اكتسحوا الدوري في امريكا وغلبوا كندا، ويعني كانوا أقوية جدا، فريق نادي متفوق جدا، لأن كماندا، يأكلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض حياة متكاملة مع بعض بقالهم 10 سنين، ويمكن من هم طلبة بيتدربوا مع بعض في أماكن معينة واحدة. دي ثقافة الكامونالكا والكماندا اللي بتعلمها الاتحاد السوفيتي وتعلمها روسيا وأوكرانيا لحد النهاردة. هل روسيا وأوكرانيا متفوقين في كل الرياضات حاليا؟ الإجابة لا. يعني مثلا في كرة القدم هل هم أحسن ناس؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لأن
الموضوع ده مش بينفع في كل الأحيان. الثقافة القديمة اللي عفى عليها الزمن بتاعت الاتحاد السوفيتي صعب ان بشر او بني ادم طبيعي يقبلها دلوقتي، لان في حياة متقدمة. يعني مثلا يقولوا لهم احنا هنمنع عنكم مش عارف ايه، وتاكلوا اكل كذا، وتقعدوا في حتة كذا، ليه مضايقين علينا وانا عارفين ان الاندية مثلا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في اسبانيا بيعيشوا حياة احسن من كده، وفي الاخر بيأدوا اداء احسن. فبالإضافة لأن الكوتش برضو والتدريب وفكر المدرب عوامل كتيرة بتساعد في النصر، لكن أنا بتكلم في بعض الرياضات أو بعض العادات اللي بتتغرز في الأطفال وهم صغيرين. الاتحاد السوفيتي لحد أواخر، لحد حتى بعد ما اتحل الاتحاد السوفيتي بسنة، عملوا اتحاد اسمه الكومنولث. الاتحاد الكومنولث السوفيتي ده ما بقاش اسمه سوفيتي، بقى اتحاد الكومنولث، اتحاد الجمهوريات الديمقراطية، حاجة زي كده المستقلة. فضل برضو ياخد ميداليات مرتفعة في الأولمبياد، يعني بعد حتى حل الاتحاد السوفيتي تموت الوردة وريحتها فيها، لسه هم فيهم الطاقة والقوة والقدرة، والفرق بتاعتهم بتكتسح في رياضات كتير. وناس تقول لك ده بياخدوا منشطات في كل الألعاب، بياخدوا منشطات. الأجسام القوية اللي فيها انديورنس أو عندهم تحمل عالي ده كلهم بياخدوا منشطات. طب في ناس بتاخد منشطات بتعرفش تجيب ميداليات. لكن الاتحاد السوفيتي وما بعده اتحاد الكومنولث تمكن ان هو ياخد ميداليات وياخد مراكز متقدمة. في برضو من الحاجات اللي هي بتتغرز في الاطفال غير حتة عدم الكبرياء وحتة حب الاصدقاء او ان انت تبقى ليك ولاء للفريق وتحب تبقى في تيم ورك او تبقى في فريق، يعني ننجح كلنا مع بعض بدل ما انجح انا لوحدي. غرزت برضو فيهم ثقافة ان انا ما اقبلش قوي الاخر، يعني ده من فريقي ده من فريق التاني، فعملت نوع من العصبية. يعني ايام الاتحاد السوفيتي كان بيحشدوهم جامد جدا، وحتى الان بيحشدوهم اللي قدامكم ده عدو مش عارف ايه، اكسحوا بهدلوا قطعوا. لذلك كان يعني فريق هوكي الجليد بتاع الاتحاد السوفيتي ده كان لا يرحم اما كان يلعب كندا او امريكا او اي فريق قوي عالمي. اما كان مثلا يعني ساعات انت بتضمن الفوز فتبتدي ايه تقسم على الفرقه اللي قدامك، هم لا ممكن بيقسموا لكن لا، لازم يجيب سكور عالي، لازم يكسحوا يخلصوا 10-1 10-2 15. يعني طول ما انت فيك طاقه بيدمر اللي قدامه، يهزمه هزيمة كاسحة ماسحة. ده كانت الثقافة اللي عنده. فيمكن ده السلبية اللي ممكن بنلاقيها في النشل، ان هم ولاء متناهي للكماند او للفريق. يمكن مش كل الناس اتغرز فيهم الموضوع ده، لان دي برضو حاجات بالية من ايام الاتحاد السوفيتي، ممكن حاجات سلبيات نقدر نسميها سلبيات، ولكنها مؤثرة على جزء كبير من الشعب حتى الان. بعيد عن ده كله، احنا استفدنا ايه كعرب في عشتنا في البلد دي؟ انت بتيجي البلد دي بتحس بالمساواة، ان انت لو رحت دولة اوروبية اخرى غير اوكرانيا وروسيا او بيلاروسيا هتحس بالفرق، ان الناس بتعاملك بفرق. يقولك ازايك انت عامل ايه، انت اسمك ايه، يقولك انا اسمي احمد، احمد انت منين يا احمد، انا من المغرب، طيب الله كويس حلوة المغرب نفسي ازورها، يلا باي وبتاع. بعد ما تمشي يشتمك في ظهرك يقولك ايه يا عم العربي المتخلف ده. وكذلك لو كان من اي جنسية اخرى، سوري، فاسف بس على التعبير اللي استخدمته، لكن هي دي فعلا التعبيرات الاوروبية اللي بيستخدمها اوروبيين كتير، وانا مش مع الكلام ده طبعا، انا ضده. فاللي بنستفيده اما بنيجي روسيا واوكرانيا هي الاحساس بالمساواة المطلقة. يمكن شكلنا مختلف تماما عن الروس او عن الاوكران، لكن بتلاقي ان الموضوع ده مش فارق كتير معاهم، ان مش مؤثر معاهم، ان الدنيا حلوة معاك ومعاهم. ثقافة الفريق برضو، ان انت ممكن يبقى فريقك منوع، انتوا مثلا واحد اوزباكي، واحد طاجيكي، واحد كيرغيزي، واحد مصري، واحد عراقي، واحد اردني، واحنا كلنا فريق واحد. يمكن العرب ما بيتجمعوش غير في الغربة ويتجمعوا في خناقة مثلا ولا حاجة، لكن روسيا وأوكرانيا بتعلمنا نكون فريق حقيقي متعاون، بنحب بعض أكتر. فياريت الروح دي تنتشر، وما بتنتشرش إلا في التجمعات الرياضية. فدايما أفكر
افكرك حاول دايما تلعب رياضة، خصوصا ان احنا اهو قربنا دخلنا على الصيف، الجو بدأ يتحسن والناس بتلعب رياضة، فخلاص حجتك ايه؟ تبدأ تلعب رياضة، كون فريق، نقي قلبك من الاحقاد، فرصة ان احنا في شهر رمضان الكريم، رمضان لا يمنع ان احنا نلعب كورة ونلعب باسكت ونلعب كورة طايرة وفولي بول، ممكن نلعب العاب كتيرة في البلد دي، والملاعب مفتوحة والحدائق مفتوحة ومجانا احيانا كتيرة. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.